أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في اليوم الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن المجلس والحكومة مجتمعان لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة على جميع المستويات. الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد من جميع الفئات والهدف من دعوة جميع السادة الأدواء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصري بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية وعاجلة لكل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات. وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا.